نروح للفقرة المميزة وأسطورتنا، أسطورتنا النهاردة هنتكلم عن عمر لطفي بيك. ده صاحب الفكرة، فكرة تأسيس النادي الأهلي، فكرة تأسيس هذه المنظمة العظيمة الكبيرة، واحد من الرموز المهمة جدا جدا للنادي الأهلي، زي ما قلت لكم صاحب فكرة. ودايما المؤسسات الكبيرة والمشاريع الكبيرة دايما لما تسألي بتبدأ بفكرة، والنهاردة طبعا معانا أسطورة النادي الأهلي عمر لطفي بيك، فكرة تأسيس النادي الأهلي. دي حقيقة، عمر لطفي بيك يمكن كان أحد رواد الحركة التعاونية في العالم مش بس في مصر، وده يمكن أو دي كانت فكرة إنشاء النادي الأهلي، يمكن بعث يعني منبعثة من الوطنية خلينا نقول. تعالوا نشوف تقرير عن عمر لطفي بيك، أسطورة أهلوية معانا النهاردة في البيت الكبير، وبعد التقرير هنروح لفاصل. والفقرة الأولى كابتن هاني أستاذ جمال الزهيري رئيس القسم الرياضي بأخبار اليوم، تفضل. عمر لطفي بيك محامي وحقوقي مصري، ولد عام 1867 بمدينة الإسكندرية، وهو صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي. ولدت الفكرة في ذهنه عندما كان يشغل منصب رئيس نادي طلبة المدارس العليا الذي أنشئ عام 1905، وكان هدف عمر لطفي بيك تأسيس ناد رياضي يجمع طلبة المدارس من أجل إعدادهم لتقلد مكان في طليعة شباب الوطن الباحثين عن تحرر مصر من الاستعمار، وكان لابد من مكان يضم الطلبة بعد تخرجهم لتمضية أوقات الفراغ وممارسة الرياضة، وحتى لا ينقطع عمر لطفي عن الاتصال بهم عند حاجة الوطن إليهم. فكانت فكرة إنشاء النادي الأهلي باعثها الوطنية والكرامة، وآمن بها رجال أوفياء للوطن. اجتمع عمر لطفي بمجموعة من الوطنيين المصريين وعرض عليهم فكرة تأسيس النادي الأهلي، منهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل وعميد كلية دار العلوم، ومجموعة من وزراء مصر ومحافظيها ومديري أقاليمها من الشمال للجنوب، وعدد من شيوخ الأزهر، وأجمع هؤلاء على إنشاء النادي. وبالفعل أنشئ النادي الأهلي عام 1907، وهو أول ناد للمصريين في مصر. وأعطى عمر لطفي المثال الأول في النادي الأهلي لإنكار الذات، وتنازل عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الأهلي الأول لصالح الإنجليزي ميتشل أنس الذي كان يعمل مستشارا بوزارة المالية آنذاك، وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي. التحق عمر لطفي بمدرسة الحقوق وتخرج منها عام 1886، وتدرج في المناصب ونبغ واشتهر في فترة وجيزة، وعمل أولا في قلم قضايا الحكومة، ثم في مكتب محاماة سعد باشا زغلول، ثم قاضيا بمحكمة قنا، إلا أنه فضل الاستمرار في مجال التعليم، وبعد فترة أصبح وكيلا لمدرسة الحقوق وعمره 38 عاما. ثم بعد ذلك ترك مدرسة الحقوق وعاد للعمل في مجال القضاء، وافتتح مكتبا للمحاماة، وظل يعمل محاميا إلى أن رحل إلى جوار ربه في 14 من نوفمبر عام 1911 بالقاهرة عن عمر يناهز 44 عاما. رحم الله عمر لطفي بيك صاحب فكرة إنشاء النادي الأهلي، أعظم ناد في الكون.